السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير فعلا بعد اللي حصل في امتحان العملي ده. فيعني نستقبل الصدمات كده بصدر مرحب، وان شاء الله المديول ده يخلص على خير وما تتكررش الحاجات دي تاني، ان شاء الله تبقى اخر الاحزان يعني. معاكم اخوكم محمد زغلول، وهقدم لكم النهارده محاضرة الديمنشيا. فمش عايزين نطول في الموضوع، على طول ندخل في التعريف. نفصل التعريف، نمشي فيه واحدة واحدة كده علشان نقوله ونوضحه ونبسطه يعني نبقى فاهمينه. اول حاجه بنقول ان هو بروجريسيف دايمنشن، يعني ايه؟ يعني انخفاض في انخفاض تدريجي. طيب الانخفاض التدريجي ده في ايه؟ في الوظائف الادراكيه. تمام، لحد هنا عندي انخفاض تدريجي في الوظائف الادراكيه بتاعتي، ده على وجه العموم. يعني انت عممتها ولا هي لها ظروف معينه؟ لا، هي لها ظروف معينه. الظروف دي ان الشخص يبقى ستيبل ليفل اوف كونشسنس، يعني الشخص في مستوى اللي هو الوعي بتاعه. يعني ما جيش واحد مثلا لسه متعرض لتروما حالا، او هو شخص مصدع على مدار اليوم، او بيمر بازمه وانا رايح له في الوقت الازمه العاطفيه بتاعته او ايا كان وقتها، واقوم مشخص ان هو عنده انخفاض في مستوى الادراك بتاعه. لا، انا لازم اشوف شخص نورمال اللي هو مستوى الوعي بتاعه في الطبيعي. تمام. وكمان يكون عنده خلل، اللي هم خللين او اكتر في مراكز الادراك. ايه مراكز الادراك دي؟ مثلا يبقى عنده اللي هي مشاكل في الميموري، الاكسكيوتيف فانكشن اللي هي الوظائف التنفيذيه بتاعه المخ بتاعته، او الاتنشن الانتباه، لانجويج اللغه، تلاقيه مثلا بيتهته مش عارف يكون جمله كامله، مش عارف يتكلم عامه، والسوشيال كوجنيشن اللي هو مش عارف يتعرف على الاشخاص او يتعامل مع الناس، سايكوموتور سبيد، وفيجو بيرسبتوال وفيجو سبيتشال، دول اللي هم الاستبصار والرؤيه ومجال الرؤيه بتاعك والقدره على تحديد بعد الاشياء منك، كل الحاجات دي. نبدا نجمع التعريف كله على بعضه. يبقى انا كده علشان اقول ان الشخص عنده ديمنشيا، ايه هي الديمنشيا دي؟ والله الديمنشيا دي هو انخفاض تدريجي في القدره الادراكيه بتاعت الشخص في مستوى الوعي الطبيعي، وبتكون مصحوبه بخللين يعني او اكتر في الوظائف الادراكيه. وامثله على الوظائف الادراكيه دي الذاكره والانتباه واللغه. تمام. طيب اهم حاجه بقى واخطر كلمه في التعريف، ان الديمنشيا دي دايما irreversible. ليه irreversible بقى؟ لان هو بيحصل تدهور في مراكز المخ. يعني احنا بغض النظر هنعرف دلوقتي الانواع بتاعه الديمنشيا، فهتلاقي ان هي حاجات فعلا اللي هي سكه اللي يروح ما يرجعش، دي حاجات احنا ما بنقدرش نعدلها. وانت كطبيب بعد كده في المستقبل، انت لما هتيجي توصف علاج للديمنشيا، انت مش بتوصفها علشان تعالجه من الديمنشيا عامه، لكن انت بتحاول ان هو ايه، ما يحصلش تطور للحاله، تحاول تحد من الاخطار بتاعتها. تمام. هنيجي بعد كده اللي هي الحاجات اللي بتخليك تشخص ان ده شخص عنده ديمنشيا. يعني الديمنشن زي ما بقول لك هي في منها انواع. احنا في الاول في ستاندرد او حاجات اساسيه اللي انت بتشخص على اساسها، هتشوف المريض جاي لك فاه الحاجات دي انت شفتها تقول الشخص ده عنده ديمنشن. بعدها بقى تبقى تشوف هتحطه في اني تايب من التايبز اللي موجوده عندك. طيب ايه الحاجات دي؟ اول حاجه ان هو يبقى عنده مالتيبل كوجنيتيف افكتس، زي اللي احنا قلنا عليهم اللي هي جزء لا يتجزا من التعريف، اللي هي الذاكره، اورينتيشن ولانجويج، الكومبرهنشن والريزننج والجادجمنت. الجادجمنت دي بالذات هي لها موضوع وقصه هنتكلم فيها لانها تخص الزهايمر اكتر. طيب بعد كده في عنده خلل في النشاطات اليوميه بتاعته، اللي هي الواشنج مثلا، يغسل، يلبس، يظبط فلوسه. هو مش شرط ان هو خلل فيها ان هو ما بيعرفش يعملها، لا هو ممكن يعملها، هو اصلا هيعملها عادي، بس الفكره ان هو مثلا لو كان بيغسل متعود يغسل في ربع ساعه، لا ممكن تاخد منه نص ساعه مثلا، ساعه الا ربع ولا حاجه. كان متعود ان هو يظبط فلوس الشهر بتاعه، واللي هو يفكر هيظبط الدنيا ازاي، وعلى طول بيفكر على طول قشطه يعني، لا دلوقتي هو محتاج يمشي بورقه وقلم علشان يفضل فاكر، ما يحسش بتوهان وكده. طيب كلير كونشسنس دي اللي هو انسان في الطراوه من الاخر، اللي هو عارف وصل لحاله من السلام النفسي جواه كده، هو اللي خلقه لنفسه عادي. ايفوريا بقى، واللي هو حاسس ان هو عمل كل حاجه صح وكل ما فيش اخطاء، وقدام وضعيه زر اللايك. تمام ماشي. بعد كده اللي هو ممكن اللي هو اوفن بريزنت، حاجات ممكن تبقى موجوده، ومش يعني توضيح من دلوقتي ان مش كل الحاجات دي هتبقى موجوده في شخص واحد، لا انت هتنقي شويه اعراض منها. اول حاجه اللي هي الابسي، ان هو شخص لا مبالي، بقى شخص لا مبالي او اجريشن. يعني اكيد اللا مبالاه والاجريشن مش هيبقوا موجودين في شخص واحد. الاجريشن اللي هي شخص عدواني يعني، او وندرنج، دايما تلاقيه على وش علامات تعجب كده. وريستلنس وديس انهبيشن. ديس انهبيشن هنا معناها ايه؟ معناها ان هو مش بيقدر يوقف الفعل اللي طلعه. يعني مثلا هو حرك ايده وايده تخبط في الحيطه، خلاص هو مش قادر يعمل ديس انهبيشن للموضوع ده، ان هو خلاص يوقف ايده قبل ما تخبط في الحيطه، هو خلاص ادى فعل مش هيعرف يوقف الفعل ده. او يكون مثلا في طريقه كلام او حوار مع شخص، وهو فكر ان هو هيشتم الشخص ده، خلاص هو هيشتمه فعلا، مش هيعرف يوقف الفعل ان هو يحجب نفسه. وامبلسيفيتي، ان هو شخص مندفع. طيب بعد كده ممكن تلاقي عنده ان هو برده ديبريشن وانكزايتي. طيب ايه التفسير بتاعهم؟ والله ديبريشن دي بتبقى نتيجه ان هو مره واحده كده لقى نفسه
ان هو بقى عالي على الناس التانية، وان الناس التانية بقوا في خدمته بعد ما هو كان شخص استقلالي فاتسحبت منه الاستقلالية والحرية دي، فهو ممكن يدخل على قلبه الاكتئاب ويحس بالاكتئاب. وانكزايتي اللي هو دايما قلقان لانه بقى بينسى. مثلا هو دخل عمل اكل وقاعد بياكل حاليا، فايه ده، هو انا طفيت النار ولا لا؟ طب هو خرج من البيت بعد ما خرج ومشي، هو انا سبت الباب مفتوح ولا لا؟ فيبدا يتولد عنده حاله من الانكزايتي. بعد كده السايكوتيك سيمبتومز، ودي حاجات بتحصل في السرد اللي هو التلت الناس بس. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ والله بير سكيورتي ديلوجن، ودي بسبب نتيجه ان هو بينسى، يحس ان الناس بقى جايه عليه بقى والاضطهاد، معلش يا حبيبي معلش. والفيجوال اند اوديتري هالوسينيشن، ودول بيحصلوا في الحالات اللي هم السيفير بقى، اللي هم الحالات اللي هم في الاخر خالص خالص بقى الدنيا خربت خالص معاه. طيب وبعد كده مشاكل في النوم، انسومنيا على مدار اليوم كده، ودوخه، مرتبك اصلا مش عارف يحدد احنا بالنهار ولا بالليل، هو مش عارف يحدد ده. تمام ماشي، طبعا دياجنوستيك كرايتيريا هو قصده على الحاجات دي. ما علينا، ندخل بقى بعد كده اللي هو توضيح عن الدمنشيا شويه، اللي هو بيكلمك بيعمل فوكس عليها اكتر. بيقول ان الدمنشيا دي مش لازم تبقى مرتبطه بالنورمال ايجنج، يعني مش لازم ان انت تقول طالما راجل عجوز، يا عم راجل عجوز ده خرف، مش مرتبطه، ملهاش علاقه. ممكن واحد يبقى في سن الشباب ويجي له الدمنشيا عادي، وفي نوع مميز اصلا من انواع الدمنشيا ان هو بيجي للسن الصغير. طيب وممكن راجل عجوز على فكره يوصل لحد سن ال 90 سنه ويبقى عقله زي الفل وما فيهوش اي مشكله وما يجيلوش اعراض اي ديمنشيا اصلا، عادي جدا. تمام. وبرده الشخص ده بيقدر اللي هو يعمل الاكتيفيتيز بتاعت اليوم بتاعته على مدار اليوم عادي جدا برده، ما فيش مشكله. طيب الديمنشيا كمرض عقلي فهي مميزه ان انت دايما بتلاقي لها ايفيدنس، دليل، يعني دايما بتربط الديمنشيا دي لما تيجي تفحص العيان، يا اما هتلاقي عنده مشاكل نيورولوجيكال فعلا، والله النيورو ترانسميتر بقى فيه مشكله، الدوبامين اللي هو الاسيتايل كولين، الادرينالين، الحاجات دي هتعرف تحدد، هتلاقي فعلا ده فيه مشكله. هتلاقيه اتعرض لميديكال كونديشن زي مثلا ان مستوى الهرمونات بتاعته بقى فيها خلل، اتعرض للتروما، عنده في الدوله بتاعته فيها مجاعات ففي نيوتريشنال ديفيشنسي، او اللي هو كرونيك يوز اوف سبيسيفيك سبستانس، دي اللي هو يقصد بيها مثلا دول الغرب ان هم استهلاكهم للكحول، المخدرات، الحاجات دي برضه بتسبب نوع من انواع الدمنشيا. او الميديكيشن العقاقير، يعني في بعض الحالات بنضطر كدكاتره هنوصف للمرضى ادويه من السايد افكتس بتاعتها ان هي بتسبب الدمنشيا. تمام. او ان انت تتعرض للهيفي ميتال والازر توكسينز اللي هي مثلا الاشعه، المسح الذري، الحاجات دي معرضه، علشان كده دايما بيقول لك ما تتعرضش للحاجات دي الا في حاله الضروره. وعشان كده درسنا في الراديولوجي ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان انت ما تصورش طفل بالاكس راي الا لو انت فعلا مضطر لده بقى. تمام. بعد كده ان هو relative preservation of procedural memory، يعني ايه؟ يعني اللي هي مثلا شخص بيعرف يسوق عربيه، هيفضل حتى لما يجيله ديمنشيا هيعرف يسوق عربيه، مش هيبقى عنده مشكله في حاجه زي دي، مش هتسبب له اعاقه اصلا، عادي. شخص متعود نقول ايه مثلا، هو عنده بيروح الجيم مثلا، فهو عارف التمرينات ايه والطريقه بتاعت التمرين ان هو يعملها ازاي، برده ما عندوش مشكله في دي، هيفضل حافظها حتى لو جاله ديمنشيا، لان دي بتعتمد اكتر على الذاكره العضليه بتاعته، هو فاكر عضلاته، فاكره هو بيعمل ايه. طيب بعد كده السان داونر سيندروم، ودي اللي هي الاعراض يعني بتسوق في حنين الليل يعني، بس دي معلومه يعني على طول كده خطف عرفها وخلاص. ندخل بعد كده على الاسباب اللي هي يعني الانواع. معانا اول نوع وهو الزهايمر، يعني ده اللي هو اصلا المستقيم. تمام. بعد كده يعني انا مش عاوز ان احنا نطول في الحاجات ان احنا نقول اساميها، لان كده كده هنوضحهم قدام، بس ممكن ادي لك هنت بسيط واحنا بنتكلم فيه. زهايمر كده كده مش هدي لك هنت، لان احنا اول حاجه هنشرحها. الفاسكولار ديمنشيا دي بتخص الفيسلز اللي موجوده في المخ والسيريبرال يعني اكتر، ودي بيحصل فيها اللي هو بيحصل لهم افكت، فهو ده اللي بيسبب الديمنشيا. لو بادز دي حاجات بتتراكم جوه المخ، ودي على فكره مش حاجه دايجنوستيك، لان انت مش بتقدر تكشف عن اللو بادز دي الا لما العيان يموت، اللي هو لما تيجي تفحص المخ البرين بتاعه بعد كده او بتلاقي تراكم للو بادز دي فعلا. تمام. والفرونتو تيمبرال ديمنشيا واضحه من انساء من اسمها، هي مش علينا عامه في الشرح، بس اللي واضح من اسمها ان هي بتسيب الفرونتال لوب والتيمبرال لوب. بعد كده الديمنشيا ديو تو باركنسونيزم، اللي هو مرض الباركنسون ديزيز، اللي هو كان من اشهر الحاجات فيه، اللي هو الايد اللي بترعش وفي حاله الثبات وعلامه التسبيح علامه مميزه كده، وكمان اللي هي الشفرنج جيت، طريقه المشي اللي هو ماشي يجر رجليه كده. طيب بعد كده سبستانس اند الكحول ابيوز، دي اللي هي استهلاك بقى الكحوليات والحاجات دي. هيد تروما، ودي في الاخر دي تخص اللي هم لاعبين الملاكمه اكتر، اللي هم بيتعرضوا للتروما كتير في دماغهم كده، فممكن تسبب لهم ديمنشيا. تمام ماشي. ندخل على طول في الزهايمر ديزيز. انت كده كده خدت الحاجات الاساسيه اللي هي الكرايتيريا بتاعت الديمنشيا اللي احنا قلناهم هنا، دي الكرايتيريا الاساسيه. الحاجات بقى اللي تخليك تختار الزهايمر، يعني انت كده كده هيجي لك الكيس فتشوف الحاجات اللي هي تركز عليها بسرعه كده تخليك دي حاله زهايمر، لا دي حاله فاسكولار مثلا، لا دي حاله باركنسون،
تمام. فانت مثلا عندك الحاجات اللي هي الخاصه بالزهايمر، ان هو انسان يبقى مثلا تلاقيه عنده ديبريشن، عنده ابسي لا مبالاه، او ممكن يبقى عنده اجريشن. طيب عنده ايه تاني؟ سايكوتيك سيمبتوم، اللي هي زي ايه؟ زي الهلوسينيشن والديلوشن. ماشي، ممكن يجيله في الاخر بقى في مراحل متاخره كده من المرض، اللي هي سيزرز، رعشات وتشنجات والحاجات دي. طيب وكمان عنده ابنورماليتيز اوف جيت اند موبيليتي، بس دي مش خاصه اكتر هنا في الزهايمر يا شباب، لان دي خاصه اكتر بالباركنسون، يعني دي هتبقى مميزه ليها اكتر، وهو هيوضح لك في الكيس اللي هو شفرنج جيت والحاجات دي. تمام. طبعا سيبك من الكلمه الهبله دي اللي هو موست كومن فورم اوف ديمنشيا، لان يعني مش مستوى الاسئله اللي جالنا في الميد ما بيوضحش خالص ان هيجيب لك مثلا سؤال وان اوف ذا فولوينج از ذا موست كومن فورم اوف ديمنشيا، ويقوم مدي لك بقى هو الزهايمر ولا فاسكولار ولا باركنسون ولا هيد تروما، يعني اكيد مش هيجي لنا سؤال زي ده، بس عامه نعرفوه يعني مش هنخسر حاجه. طيب بعد كده اللي هو الانست اللي هو تربط، هل المرحله ايرلي ولا ليه؟ لو هو بسن ال 65، لو قبل 65 يبقى ايرلي، طب لو بعد ال 65 لا ده يبقى مرحله ليه. هي حاجه مش مهمه قوي بالنسبه لي الصراحه، بس هي الدكتوره اكدت عليها فنفضل فاكرينها وعارفينها لينا يعني. طيب بعد كده الايتيولوجي، والايتيولوجي بالنسبه لك ما يفيدكش معرفه اكتر من حاجتين، ان هو بسبب يا اما سبب جيني يا اما بسبب اللي هو نيورولوجيكال. تمام، السبب الجيني مربوط بكروموزوم 21، والنيورولوجيكال مربوط بالاسيتيل كولين والنور ابينفرين. تمام كده، تمام. طيب نبدا نقرا الكلام فيها واحده واحده. السبب الجيني ده يا عم بيأثر على قد ايه من المرضى؟ والله بيأثر على 40% من مرضى الديمنشيا. ماشي، بيبقى عندهم فاميلي هيستوري من دي اي تي دي، اختصار لديمنشيا الزهايمر تايب، هو بس كاتبها باختصار كده. طيب حاله الزهايمر دي بتبقى فيها بروجريسيف اكتر، او اللي هي متطوره اكتر، مع مين؟ مع مرضى داون سيندروم، اللي هم عندهم متلازمه داون، بيبقى لهم علاقه اكتر بالزهايمر، بيجي لهم بيتطور عندهم اكتر. ماشي، كروموزوم 21 ده لما بيحصل فيه خلل بيسبب ايه؟ اللي هو البروتين اللي بيتكون حاجه اسمها اميلويد بريكورسر بروتين، اللي هو بيساوي تاو بروتين، يعني سواء شفت ده او ده هما بيفسروا نفس المعنى، ان حصل مشكله في كروموزوم 21. تمام. بعد كده اللي هو النيورو ترانسميتر الازمنه الجينيه، قلنا الاسيتيل كولين والنور ابينفرين، ودي حاجات بتتميز ان هي هايبو اكتف. طيب الحاجات دي بقى لما جم يفحصوا مرضى الزهايمر، يفحصوا المخ بتاعهم، فده عنده الديجنريشن في الكولينرجيك نيرونز دي، في مناطق يعني اسمها البازلز اوف ماينرت. طيب المنطقه دي فين؟ المنطقه دي اللي هي اهي. طيب دي حصل فيها ايه؟ دي حصل فيها الديجنريشن في الكولينرجيك نيرونز. طيب شايف انت المنطقه اصلا بتوصل لحد فين؟ فطبيعي ان هي تسبب له اعراض كتيره او سيمبتومز كتيره موجوده. تمام، وبيقل كمان اللي هو يعني معلومه في الاخر، يعني بيقل اللي هو تركيز الاستايل كولين. يا يعني ماشي، ما انت درجت اصلا اللي هو الكولينرجيك نيرون، مش فارقه بقى. بعد كده ندخل على الكرايتيريا اللي هي موجوده في الزهايمر. ده مش معناها ان كل دول اللي هم ال 13 حاجه خاصين بمرض الزهايمر، بس في حاجات منهم اصلا مشتركه مع الحاجات مع الاعراض مع الامراض الثانيه، التايبز الثانيه بتاعت الديمنشيا. بس عامه احنا بندخل الكرايتيريا يعني. طيب اول حاجه، ودي اشهر حاجه احنا مميزه لينا، احنا عارفينها اصلا في مرض الزهايمر، ان هم بينسوا. ماشي، بعد كده ان ابيليتي تو ليرن نيو ماتيريال، هو يعني احنا عندنا نظره عامه، بما اننا رابطين دايما الديمنشيا بكبار السن، مع اننا لسه مصحح لك المعلومه دي فوق، وان هي مش شرط لكبار السن بس عامه رابطينها لكبار السن، ان هم ما بيحبوش يتعلموا الحاجات الجديده، هو فاضل على الحاجات القديمه وخلاص. يعني حتى مثلا التليفونات التاتش نزلت الحاجات دي، بيكبر دماغه، انا يا عم ماشي بالتليفون الزراير وبقول انا وخلاص وزي الفل، مش عايز اكتر من كده في الدنيا. هم ناس مقتنعه كده، مش عايز يتعلم حاجه جديده. عنده مشاكل في الكوجنيشن بتاعه. تمام، كمان ماشي، اللونج تيرم ميموري افكتد، ودي مش حاجه بتظهر في الاول. يعني مثلا انت بتحفظه حاجه دلوقتي، لو قاعد يحفظ حاجه دلوقتي، هو اولا ممكن ما يفتكرهاش، ولو افتكرها بعد اسبوع لو سالته في الحاجه هو مش هيبقى فاكرها، لان اللونج تيرم عنده فيها مشكله. طيب حاجه تانية، في بدايه المرض هو بيبقى فاكر اللي هو الحاجات القديمه. يعني مثلا هو واحد عنده 50 سنه، لو قلت له مثلا انت وانت شاب كنت عملت ايه في الثانويه العامه او الحاجات دي، يبدا يحكي لك يسرد لك احداث وكده، وبيتكلم عادي هو فاكرها. طيب في الحاله لما تتقدم شويه، لا هو ما بقاش فاكر فعلا، بينسى بقى، في حاجات عنده كده اللي هي الذكريات بتاعته في فجوات فيها كده، ما بقاش فاكرها خالص. طيب بعد كده الابستراكت سينكينج امبيرد، دي معناها ايه؟ اللي هو طريقه فهمه للاحكام والامثال الشعبيه بتاعتنا. يعني مثلا، ودي الدكتوره وضحتها المثال ده، اللي هو اللي بيته من ازاز مير مش الناس بتطوب. انت لما تساله كده كشخص مريض ديمنشيا عنده الزهايمر، وتقول له المثل ده، وتقول له انت فهمت ايه من المثل ده، هيقوم قايل لك والله يعني واحد بنى بيته من ازاز ما يروحش يرمي على الناس زلط، لان الناس دي هتقوم رميها وتكسر له البيت بتاعه. هو مش هيبقى فاهم ان المغزى الاساسيه من المثل اني ما تقعدش تدور على عيوب الناس، او تواجه الناس بعيوبهم، علشان هم وانت عندك عيب اصلا، فالناس تهاجمك على عيبك. في برضه امثله تانية ما بتبقاش مفهومه بالنسبه لي انا، ده مش معناه ان انا مريض زهايمر، يعني مثلا اللي هو اجري يا بني ادم جري الوحوش ان كبر ابنك خوي. ايوه انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا ما فهمتش، بس ما علينا.
بعد كده اللي هو اللانجوج امبيرمنت، بيبقى عنده خلل مثلا في تكوين الجمل، يتهته، مش عارف يكون الجمله على بعضها كده. انسيت بس انسيت، انسيت بس انسيت دي كانت ايه يا رب، انا كنت فاكرها دلوقتي، ثانيه واحده. انسيت بس انسيت دي اللي هي مش فاكر الاعراض بتاعته ظهرت عليه امتى، يعني انت لما يروح يكشف وكده فهو مش فاكر الاعراض بدات تظهر امتى، ما يقدرش يقول لك مثلا ده من 3 شهور، هو مش فاكر فعلا. طيب جادجمنت امبيرد يعني طريقه حكمه على المواقف، يعني مثلا برضو هتقول له تخيل معايا كده لو انت ماشي في الطريق ولقيت طفلين بيتخانقوا على جنب الشارع، انت هتعمل ايه؟ هيسكت او هتلاقي عنده تصرف ان هو ابنورمال، يعني مثلا المنطقي ان انا لما الاقي طفلين بيتخانقوا على جنب ان انا اروح مثلا احوش ما بينهم، حتى لو هيبقى تدخلي سلبي ان انا هحوشهم بس من غير ما اتناقش معاهم واشوف المشكله او اراضيهم هما الاثنين، بس مجرد ان انا حشتهم وكفيت الاذى بتاعهم وخلاص. لا هو ممكن يقول لك اصلا من الاول هسيبهم وامشي، مش هلتفت، مش هتاثر حتى من جوايا عادي. طيب بعد كده اللي هي الاجنوزيا، والاجنوزيا دي بتبقى مشكله يعني في الذاكره او في اللي هو الادراك بتاعه. طيب دي بتاثر ازاي؟ ثانية واحدة. والله دي ان هي مثلا بتأثر عليه ان هو مش عارف يسمي الحاجات، انا بس عايز افتكر مثال اقوله لكم. يعني مثلا يقول لك هات، هو ما يقولكش هات لي القلم، لكن يقول لك هات لي البتاع اللي بيكتب ده، هو مش فاكر كلمة قلم، مش عارف يسمي الشيء ده ايه. والله انتوا مثلا كنتوا عاملين بسبوسة النهاردة وكلتوها على اخر النهار، وهو حب بالليل ان هو ياكل تاني. الحمد لله. فهو بيجي بالليل يقول لكم والله هاتوا لي البتاع اللي هي المسكره اللي احنا كلناها النهارده دي، مش فاكر ان هي بسبوسه، مش عارف يسميها. طيب الابريكزيا، اللي هو ما عندوش قدره او في خلل عنده ان هو يعمل التاسك بتاعته اللي هو بتتطلب كذا خطوه، يعني مثلا طرق عمل الكيكه، فمحتاج الاول مثلا بغض النظر مش عارف الكيكه بتتعمل ازاي، تقريبا محتاج دقيق، بعد كده بيض، بعد كده لبن، وبعد كده ان انت تضربهم تحطهم تسخنها، فاهم الفكره؟ ان هي خطوات كتيره. لا هو ما يعرفش ده، بقى يتوه فيه، ما يقدرش يعمل حاجه زي دي. تمام. بعد كده اللي هي البيهيفير تشينجز، يعني مثلا ممكن يظهر عليه بارانوي، هالوسينيشن، دلوجن بقى الحاجات دي، اجيتيشن، انكزايتي، ودي بسبب النسيان اكتر، والديبريشن برضو بسبب ان هو بقى شخص اعتمادي، ان هو شخص معتمد على الاخرين، اتسلبت منه الاستقلاليه بتاعته، وده وضحناه فوق. طيب بعد كده الفيجوال سبيشال سكيلز امبيرد، يعني ان هو مش قادر يقدر المسافات بتاعه الحاجه، مثلا اللي هو الباب على بعد 5 خطوات، ده بالنسبه لك انت عارف تقيس ان هو على بعد حوالي من 5 ل 7 خطوات، لا هو مش قادر اصلا يعرف المسافه دي، مش عارف المسافه دي تاخد كام خطوه. وفي الاخر ان هي حاجه مميزه يعني للزهايمر، وهي حاجه مميزه اكتر طبعا للديمنشيا عامه، ان هي بروجريسيف، يعني ان هي بتاخد منحنى التطور، فانت كطبيب برضو بتوصف الادويه بحيث ان انت تحد من المشكله، لكن هي كده كده هتفضل تحصل. بعد كده عندنا تاني نوع من الديمنشيا، وهو الفاسكولار ديمنشيا. زي ما قلت لك في اي تايب من الديمنشيا في حاجات كرايتيريا اساسيه، وبتبدا تشوف في التايبز بقى الحاجات المميزه لكل نوع. طيب عندنا هنا في الفاسكولار ديمنشيا واضح من الاسم ان هي حاجه بتصيب اكتر اللي هي الفيسلز، طيب بتصيب ايه؟ السيريبرو فاسكولار ديسيز. طيب اول حاجه نبدا بقى نقرا الكلام كده، اللي هو سكند موست كومن تايب، يعني ده تاني اكتر حاجه بعد اللي هو اول حاجه اللي هو الزهايمر. ماشي، بيحصل ايه؟ مشاكل في السيريبرو فاسكولار. ماشي، هل الحاجات دي بتحصل صادم كده مره واحده؟ لا، هي حاجه بروجريسيف برضه. طيب بروجريسيف على اساس ايه؟ والله على اساس ان كل مره يحصل فيها مشكله اللي هو انفراكشن في الفيسلز اللي بتوصل لمراكز المخ دي، بيقدم ان تظهر الاعراض اكتر، اتعرض لجلطات برضه هتظهر الاعراض اكتر، وهكذا. طيب الساينز بتاعته ايه؟ الساينز بتاعته بيقول لك في الاول ان هي مالتيبل كوجنيتيف امبيرمنت اند بيهيفير تشينجز ار بريزنت. طب ما هي الحاجات دي موجوده في الزهايمر برضه. ماشي، ما احنا خلاص اتفقنا ان الحاجات، في حاجات اللي هي كرايتيريا اساسيه مربوطه، انت لو جالك ريتن كده كده هتكتب الحاجات دي في الاول، والدكتور هيبقى مبسوط بيك ان انت كتبتهم. لكن الحاجات بقى المميزه يعني برضه النيورولوجيك ساينز موجوده في كله. ماشي، الحاجه المميزه هنا ايه؟ السيريبرال فيسل، دي الحاجه المميزه ان هي بتحصل. طيب بالتحديد اللي هي سمول اند ميديوم سايز سيريبرال فيسل، كده دي الخاصه بالفاسكولار دمنشن. ماشي، بعد كده هو انتيون جوتون ديزيز، ودي ايه الحاجه المميزه ليها؟ على طول دي من غير ما تفكر بيحصل له حاجه اسمها الكوريا، هي نوع رقصه كده، او هي مش رقصه بس هي الدكاتره سموها رقصه، يعني كوريا دانس، بسبب ان هو بيتحرك حركات كده لا اراديه بتبقى باينه على انها رقصه يعني. ماشي، بيبقى خلل في اني كروموزوم، والله الكروموزوم الرابع. طيب بتسيب اني ناس برضو، دي حاجه مهمه لفته هنا حلوه، الناس اللي هم من سن ال 30 لل 40 سنه وبتظهر عليهم الاعراض دي. طيب واصلا اللي هي الاستيدج او الحاجات الاساسيه اللي بتحصل في البدايه اللي هي رقصه الكوريه دي، لكن الديمنشيا اساسا بتحصل في مرحله متاخره من المرض، يعني هي ما بتجيلوش في الاول، لا ده في الحالات السيفير، وفي الاخر هي اللي بيبدا يظهر عليهم اعراض اللي هي الديمنشيا دي. طيب وبيكون مصحوب في الاخر بسايكوتيك فيتشر، اديله بقى هلوسينيشن، اديله ديلوجن، براحتك يعني. طيب
بعد كده اللي هي الكومبليكيشن اللي ممكن تكون موجوده في الـ 1-1 سيز. اول حاجه ان يحصل له بيرسوناليتي تشينجز، في احتمال 25% انها تتغير. انا بس قبل ما اكمل معاك باقي الحاجات، هي الحاجات دي مش ان انت تصرف حفظها قوي، يعني مش حاجات هتكتبها ريتن. يعني انت لو جالك ريتن يا عم ما تكتبش الحاجات دي، احفظ اتنين منهم واكتبهم لو حبيت، ده كرم منك لو عملت ده. لكن انت بتتكلم على اساس لو جاتلك ام سي كيو، يعني ومش هيجي لك ام سي كيو يسالك في النسب، لكن هيسالك ان ممكن يحصل له بيرسوناليتي تشينجز. اه ممكن يحصل له بيرسوناليتي، ممكن يحصل له سكيزو فري فورم اللي هو اعراض الاسكيزوفرينيا برضو، بس في اقل من 6 شهور. اه ممكن يحصل له، يحصل له مود ديس اوردر. اه يحصل له. طيب سادن اونس الديمنشيا، طيب فكر هنا ايه سادن اونس الديمنشيا. احنا هنا اتفقنا ان الديمنشيا بيحصل في مراحل متاخره من المرض. والله بيقول لك ان ممكن حالات اللي هي 25% يحصل لهم يجيلهم الديمنشيا من الاول. خلاص ماشي. المهم في الاخر الديمنشيا دي عامه اللي بتيجي في 90% من الناس اللي عندها مرض الهوانتنجتون. يعني لو قدامك 100 شخص عندهم هوانتنجتون ديزيز وانت شخصتهم بالهوانتنجتون ديزيز، في 90 واحد منهم عندهم حتميه ان هو هيجي لهم الديمنشيا. والله بقى جات لهم سادن اونست في الاول، جات لهم في ليت ستيجز، كده كده هتجيله ديمنشيا. ماشي. بعد كده عندنا الباركنسون ديزيز، وده ان شاء الله نكون فاكرينه من السي ان اس، يعني فاكرين حاجات مميزه له، يعني احنا لما نقراها دلوقتي هنفتكرها. اول حاجه ان هو ايديوباثيك، يعني كان مرض مش معروف السبب. ماشي. بعد كده اللي هو بيجي في ليت ان لايف، يعني دي حاجه تخص اكتر كبار السن. ركز اهو، احنا قلنا الوان تو وان يخص الشباب في المعظم، الناس صغير السن ده كبار السن. بيتميز بايه؟ ببرادكاينيز، يعني بطء في الحركه. ريستنج تريمور، ايده بترعش وهو قاعد في وضع السكون. البيل رولينج تريمور، يعني اللي هي كنا بنقول عليها حركه اكنه بيلعب بليه في ايديه، او ان هو قاعد بيسبح، احنا بنشبهها بكده. ماسك لايك فيس، مش عارف يعمل لك اكسبريشن بوشه. وكوج هول ريجيديتي، يعني ايه كوج هول ريجيديتي؟ يعني شخص مش بيتحرك بالسرعه الكافيه، او بيكسل يتحرك اساسا، فده بيسبب له مشاكل زي الاستيفنس. علشان كده نلاقيهم بيخضعوا للعمليات اللي هي العلاج الطبيعي، مش عمليات بقى، بيروحوا جلسات علاج طبيعي وكده علشان ما يحصلش استيفنس في المفاصل بتاعتهم. وبعد كده الشفلنج جيت، ودي كانت حاجه مميزه جدا للباركنسون، اللي هو ماشي يجر رجليه كده. وانتلكتوال امبيرمنت، خلل في الذاكره، دي حاجه شائعه وموجوده يعني. وفي الاخر 40 ل 80% من الاشخاص دي بيجي لهم الدمنشيا. يعني والله انا ما عارف احنا هزقنا الراجل، يعني احنا هنبقى مهتمين قوي ان هو جاله ديمنشيا يا عم الف سلامه. يعني انت شايف واحد جاي لك عنده بطء في الحركه وعنده رعشه في ايده وهو قاعد في وضع السكون كده، ايده لوحدها بترعش، مش عارف يفسر لك ولا يوضح لك هو سعيد ولا حزين، وبيمشي اصلا بطريقه غريبه، وفي الاخر جاي تركز معاه ان هو عنده ديمنشيا يا عم الف سلامه. بعد كده اللو بادي ديسيز. اللو بادي ديسيز ده انا مش عارف انا قلتها في اول الفيديو ولا لا، بس عامه اللو بادي يعني ده مش حاجه، دي حاجه انت بتشخصها في الاول تمام، لكن انت مش هتعرف لما تكشف عليه فتقول انا لقيت فعلا تحت الميكروسكوب لما فحصته ان انا لقيت اجسام لو بادز. دي حاجه انت كرايتيريا بتبقى بتشوفها فعلا بعد ما يموت، تاخد مخه تفحصه كده فهتلاقي لو بادز فعلا، لكن مش هتشوفه وهو عايش. طيب اللو بادي ديسيز بيبقى شبه ايه؟ بيبقى هو جمع اعراض من مرضين تانيين، فعشان كده هو مميز شويه ان انت تعرف تشخصه. يعني بيبقى جمع اعراض من الزهايمر، فانت هتقول زهايمر في الاول، بس لقيت اعراض باركنسونيزم كمان معاه، فانت بتبدا تجمع الاثنين مع بعض، وبتلاقي كمان عنده اللي هي اكسترا بيراميدال ساينز. طيب ايه الاكسترا بيراميدال ساينز دي؟ والله الموتور تون عنده فيه مشكله، في مثلا اللي هي السرعه بتاعه الحركه بتاعته فيها اختلاف، الموتور اكتيفيتي بتاعته اللي هي الانفولنتري النوع التايب، الانفولنتري تايب برضه في مشاكل. الحاجات دي كانت خاصه بالاكسترا بيراميدال، ما تزنقش نفسك ان انت تقعد تفتكرها، انت مش هتتسال فيها. الحاجات دي كانت في السي ان اس ولت فوق، انت عديت من سنه ثانيه الحمد لله. بس اللي هو اللي بيميز اللو بادز ايه؟ والله اللي بيميز ان هو بيجمع كرايتيريا من الزهايمر، بيجمع كرايتيريا من باركنسون، وعنده اكسترا بيراميدال ساينز بس. طيب اللو انكلوجن بادز دي بتلاقيها في السيريبرال كورتكس، بس انت مش تفتح مخه علشان تشوف اللو بادز، هو بعد ما يموت لو جيت تفحصه هتلاقيها فعلا موجوده. بعد كده الهيد تروما ريليتد ديمنشيا، ودي حاجه اللي هي مميزه للاعبين المراكمه. اول حاجه يعني خلينا نمشي كده في تفسير الجمله واحده واحده، ثانيه واحده بس. اول حاجه اللي هو الديمنشيا كان بي سكويل اوف هيد تروما، يعني ان هي الخرف ده بينشا نتيجه اللي هو ضرب الراس، وبيتسمى بالبانش درانك سيندروم. يا عم احفظها كده، مش لازم تزنق نفسك بالترجمه قوي، يعني لانك لو ترجمتها هتتضايق اكتر. بانش درانك سيندروم اللي هي متلازمه اللكمه يا عم. بعد كده اللي هي بتحصل فين؟ بتحصل في البوكسرز اللي هم لاعبين الملاكمه، واللي هم بيتعرضوا لضربات ورا بعضها كتير يعني. بس بيتميزوا بقى ان هم عندهم كمان ايموشنال لايبيليتي، يعني اللي هم عندهم مشاكل في العاطفيه بتاعتهم، وكمان الديستيريا اللي هي صعوبه في النطق، او اللي هو مش عارف يتكلم او كده، والامبولسيفيتي ممكن يندفع كده في الكلام، او اللي هو طريقته تبقى عنيفه شويه. بعد كده دي تجميع عندنا للديمنشيا بقى، يعني انا افضل ما اقراهاش ونرجع اشوفها لك على الموضوع الكبير اكتر الصراحه. اول حاجه الزهايمر دي معانا، اللي هو لما يجي لك، تعال نرجع من اول محاضره تاني خالص يعني.
عشان ما تتضايقش. بس اول حاجه، انا شخص ازاي ان شخص عنده ديمنشيا؟ والله عنده مشاكل مثلا في الكوجنيتيف ديفكت زي الميموري واللانجويج الكومبرهنشن الجادجمنت بتاعه، وكمان عنده تعالى هنا الحاجات اللي هي الوظائف التنفيذيه بتاعته ما فيها مشاكل، الاتنشن بتاعه مش منتبه ليك، والسوشيال كوجنيشن. طيب بعد كده ايه تاني موجود؟ والله ان هو الاكتيفيتيز اللي كان بيعملها في وقت معين بقت تاخد منه وقت اطول، او ما بقاش يعرف يعملها خالص. كلور كونشيسنس، يعني وصل لحاله من اللي هو السلام النفسي، وان هو فاكر ان هو ما عملش اي حاجه غلط، وان هو الدنيا تمام وزي الفل. حاجات هنا زي اللامبالاه، العدوانيه، الديس انهبيشن، يعني بعد ما عمل الفعل مش عارف يوقفه، في عنده ديبريشن وانكزايتي، كل الحاجات دي كده خلاص انت شخصت فيها، وممكن يحصل له ديلوشن وهلوسينيشن. كده انت شخصت ان هو عنده مشاكل الديمنشيا. ماشي، بعد كده ايه الحاجه المميزه للزهايمر؟ والله بتلاقي عنده السايكوتيك سيمبتوم اكتر، اللي هي الهلوسينيشن والديلوشن، وبتلاقي عنده اللي هي السيزرز بتبدا تظهر عنده. طيب لما تيجي تفحصه هتلاقي امراض ايه الاسباب بتاعته؟ اما اسباب جيناتيك بسبب الكروموزوم 21 ادى لتراكم حاجه اسمها الاميلويد بريكسر، او اللي هي التاو بروتين، وكمان في حاجه مشاكل في النيورو ترانسميتر، ودي الاسيتيلكولين والنور ابينفرين. طيب لما جينا فحصنا اكتر المخ، المشكله دي حصلت فين؟ في النيوكليوس بازلس اوف ماينارت. تمام، ودي الاعراض اللي بتظهر. بس بقول لك بجري لك المحاضره كده. بعد كده الفاسكولار ديمنشن، المشاكل حصلت في ايه؟ في الفيسلز اللي هي في المخ، السيريبرال فيسلز بالتحديد اللي هي السمول والميديوم. بعد كده الوانتجون ديزيز اللي بيميزه ايه؟ النوع الكوري، وحصل مشكله في الكروموزوم 4، والديمنشيا مش بتبقى الحاجه الاساسيه فيه، دي بتحصل في الليت. تمام. بعد كده الباركنسون، والباركنسون دي برضه هي حاجات بتظهر اللي هي سي ان اس، بتحصل له مشاكل كده اللي هي رعشه بقى، واللي هو ايده بتتهز، ماسك فيس، الحاجات دي. وبرضه الديمنشيا بتحصل في الليت ستيج، او اللي هي بتحصل بنسبه 80% في الليت ستيج. ماشي، بعد كده اللوبادز دي بيجمع لك كرايتيريا من الزهايمر وكرايتيريا من الباركنسون، وكمان عنده اكسترا بيراميدال ساينز. واللوبادز مش حاجه دايجنوستيك، لاني انا مش بقدر اشوفها في المريض غير بعد ما يموت. بلاقيها فين؟ بلاقيها في السيريبرال كورتكس. بعد كده الهيتروما مميزه لايه؟ مميزه للاعبين الملاكمه. تمام. ماشي، اسم السندروم بانش درانك سندروم، عشان ممكن تجي لك كده يعني كسؤال، ده لو افترضنا ان الاسئله بتاعتنا بتيجي سهله يعني. ماشي، بعد كده يعني والله وجهت نظر الدكتور ما قالتهوش، بس خلينا نقراه مع بعض. الزهايمر هو الموست كومن، فبيقول لك ان هو بيحصل في 60 ل 70% اوف ديمنشيا كيسز هتلاقيهم الزهايمر. كاركترايزد باي ايه؟ اميلويد بليك، اللي هي بسبب الكروموزوم 21. خلاص يعني انا برضو بوضح معاك واحده واحده. السيمبتوم عنده ايه؟ مشاكل والله في الميموري، في اللانجويج، في الفيجوز بيتوال، اللي هي القدره على تقدير المسافات. الفاسكولار ديمنشيا دي تاني اكتر نوع بيحصل، بيقول لك بيحصل في 10 ل 20%. حصل انجري للفيسلز بتادي اللي هي ليدنج تو ذا برين، يعني اللي وصل البرين. ما علينا. السيمبتوم ايه؟ امبيرد موتور سكيلز اند جادجمنت، برضه نفس الاعراض اللي هي قلنا الحاجات المتفق عليها اللي انت هتكتبها. الفرونت تمبرال لوب عديه لو عايز، مش عايز تعديه يا عم انا ضميري نايح عليا وهقوله لك. بيحصل 10% ومش هيجوا يسالوك في نسب. ديتيريوريشن اوف فرونتال، بيصيب اكتر الفرونتال والتمبرال لوب. الاعراض بتاعته بيرسوناليتي تشينجز، والبيرسوناليتي تشينجز دي كنا ربطنا فوق ان هي بتحصل هنا مع الهوانتجون ديزيز، بيرسوناليتي تشينجز. ماشي، بعد كده اللو بادي ديمنشيا، اللو بادي دي اللي هي بتحصل 5%، واللي هو بيحصل بسبب تراكم البروتين ده على النيرف سيل. طيب الاعراض بتاعته هالوسينيشن، الامبيرد سينجنج اند موتور سكيلز. الاعراض يا شباب، بس علشان في كل الحاجات ما تحفظش الاعراض، كده الاعراض مميزه، يعني انت في اعراض ثابته هتكتبها في كله، بعد كده في اعراض مميزه لكل مرض لوحده ممكن تكتبها فيه، لكن بغض النظر الاعراض انت اديك شايف واحنا معديين في المحاضره الاعراض تقريبا ثابته في كله. بعد كده الازر ديمنشيا بقى بيكلمك عنهم عامه، اللي هو بيقول لك دول بيمثلوا 5% بس، ودول اللي هم مثلا الباركنسون والهوانتجون، حاجه ممكن تحصل نتيجه الاتش اي في. كبر دماغك. تمام كده. تمام، ده كده كان نهايه الجزء الاولاني، وان شاء الله اخلص الجزء الثاني وابعته لكم على طول. هو برده بسيط وما فيهوش اي حاجه.